الزواج في الإسلام له قيمة عالية جدا، وشرع لتحقيق بعض المقاصد المهمة جدا في حياة الناس. شرع الزواج لتحصين الناس، لعفة الناس، لإبعاد الناس عن الحرام. يبقى إذن الزواج بنقول هو من أسباب العفة، وليس هو كل العفة، إنما العفة الأساسية بتنشأ منين؟ من الإنسان نفسه، من الشخص، من القلب، من المجاهدة. بدليل إن بنشوف ناس أحيانا مثلا ما اتجوزتش ومع ذلك قادرة إن هي تعف نفسها كويس أوي. فأول نقطة، الزواج من المقاصد بتاعته إن هو سبب كبير من أسباب عفة النفس وتحصين النفس. ومع ده لازم الإنسان يجاهد نفسه سواء كان متجوز أو مش متجوز. من مقاصد الزواج إعمار الأرض وإبقاء الذرية. الله سبحانه وتعالى خلق الكون وأراد أن الناس تنتشر، فانتشار الناس ده لازم يكون عن طريق مشروع وطريق صحيح، اللي هو طريق الإيه؟ طريق الزواج. فالزواج سبب وسبيل من سبل وأسباب الحفاظ على بقاء النوع الإنساني. من مقاصد الزواج ومن أهم مقاصد الزواج تحصيل السكن والمودة والرحمة والطمأنينة بين الناس. وهنا بقى لنا وقفة في النقطة دي. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.